قصة مثل. بلغ السيل الزبا. يضرب المثل للأمر الذي اشتد حتى جاوز الحد، فمثلاً عندما يكون هناك شخص تحت ضغط مستمر لفترة من الوقت، مثل ضغط العمل، أو أن يكون هناك من يضايقه ولكنه يصبر عليه، وفي النهاية يصل الصبر لنهايته ويثور هذا الشخص غضباً. هنا يمكن وصف هذه الحالة بقولنا بلغ السيل الزبا. أما قصة هذا القول فتعود لرجل كان يختص باصطياده للأسود، وفي سبيل صيده للأسود كان يستخدم حفرة يقوم بحفرها لإسقاطهم فيها، وكان يستخدم كلمة زبية للإشارة للحفرة، وهي كلمة عربية تعني الحفرة التي تكون في الأرض. وفي أحد أيام عمله في الصيد قام بتحضير عدة زبا، جمع زبيا، وقام بنصب طعم على كل زبيا، وبدأ ينتظر الأسود لتأتي وتقع بها ليصطادها، ولكن من سوء حظه جاء المطر وبدأ ينهمر فوق الزبا التي حفرها، وبقي ينتظر على أمل أن يتوقف المطر لكن دون جدوى. وفي النهاية عندما فسدت الزبا التي حفرها بسبب المطر غضب فقال بلغ السيل الزبا، وأنهى يوم صيده المنحوس. هل صادفت مناسبة استخدمت خلالها المثل؟